بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا حول تفسير انا انزلناه في ليلة القدر. وهناك باب في كتاب الكافي الشريف عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه تحت عنوان باب في شأن انا انزلناه في ليلة القدر وتفسيرها. الحديث الثاني من احاديث هذا الباب حوار دار بين الامام الباقر وبين عبد الله ابن عباس وكان ذلك في اواخر حياه ابن عباس واوائل حياه الامام الباقر لان ابن عباس توفي في سنه 68 او 72 يعني حين وفاته كان عمر الإمام الباقر بين العاشرة والخامسة عشر وهذا حوار بينهما حول ليلة القدر وقبل أن نذكر هذا الحديث الشريف وهو الحديث الثاني نذكر كلاما مختصرا حول عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس هو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ونشر فضائل أمير المؤمنين الآن كثير من الفضائل الواصلة إلينا التي ترتبط بأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام رواها ابن عباس في ظل الإرهاب الأموي الشديد بعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فإن ابن عباس عاش بعد أمير المؤمنين يعني حدود الثلاثين عاماً وهذه فترة كانت فترة شدة بطش الأمويين بمن يروي فضيلة من فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عباس رواها وتحدى ذلك البطش، ولكن في الوقت نفسه لم يكن معصوما ولذلك صدرت منه بعض الزلات، وبعض الأخطاء. وهذا الحديث الشريف يشير إلى بعضها. هناك آية في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فُصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره هذه الايه نزلت في الائمه عليهم الصلاه والسلام حيث ان الملائكة بعد رسول الله صلى الله عليه واله تنزل عليهم في ليلة القدر وتحدثهم بما قدره الله سبحانه وتعالى من تقديرات لذلك العام فهم عليهم الصلاة والسلام محدثون وايضا المؤمنون في حالة الاحتضار، حينما يحضر الموت، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، في هذه الحالة المؤمنون يرون الملائكة يبشرونهم بالجنة، طبعا غير المؤمنين أيضا يرون الملائكة لكنهم يبشرونهم بالنار لان الانسان في لحظه الاحتضار يكشف الله سبحانه وتعالى الغطاء عنه لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لكن هذه الايه ان الذين قالوا ربنا الله خاصه بالائمه وبالمؤمنين اما الائمه فالملائكه يتنزلون عليهم في ليله القدر يحدثونهم واما المؤمنون فان الملائكه تبشرهم في لحظه احتضارهم هذا في الدنيا واما في الاخره فان الملائكه تحضر مع المؤمنين ويزيلون عنهم اهوال يوم القيامه يطمئنونهم ويصطحبونهم الى الجنه فيدخلونهم الجنه وبعد ذلك ينصرفون لما امرهم الله سبحانه وتعالى من تسبيحه كما قال وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، لأنه المؤمنون يدخلون الجنة، والكفار يدخلون النار، وأما الملائكة فمقرهم حول العرش، وهؤلاء خالدون ويسبحون الله سبحانه وتعالى. إذا، هذه الآية هذا معناها، ابن عباس كان يزعم أنه من مصادق هذه الآية، يقول: أنا من الذين قالوا ربنا الله، واستقمت على هذه الكلمة، لم أغير. ولم أبدل فإذا الملائكة تتنزل علي. زين في حياته الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول أنت كيف عرفت أن الملائكة تتنزل عليك؟ هل رأيتهم؟ كلا. هل سمعت كلامهم؟ كلا. رسول الله صلى الله عليه واله كان يرى الملائكة وكان يسمع كلامهم. الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يسمعون كلام الملائكة. والله سبحانه وتعالى يلقي المعرفة في قلوبهم يعلمون بأن هؤلاء ملائكة يحدثونهم. لكن أنت ابن عباس من أين علمت أن الملائكة تتنزل عليك؟ ماذا يقول؟ يقول ان الله سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون اخوة في سورة الحجرات، كأنه هكذا يريد ان يستدل. المؤمنون اخوة فإذا بعض المؤمنين تتنزل عليهم الملائكة سائر المؤمنون، سائر المؤمنين لأنهم اخوة ايضا تتنزل عليهم الملائكة. فلذلك كل الأمة تتنزل عليهم الملائكة، لكن هذا قياس باطل، ليس بصحيح. أولاً، هناك كثير من الأمة ليسوا بمؤمنين، إما منافقون واما مسلمون ليسوا بمؤمنين، لان بين الاسلام وبين الايمان عموم وخصوص مطلق، كل مؤمن هو مسلم، لكن ليس كل مسلم هو مؤمن. الله سبحانه وتعالى يقول: "قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا" ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في البداية أسلموا لكن لم يؤمنوا بقلوبهم، لكن يتوقع إذا استقاموا على الإسلام بالأعمال الصالحة، بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالصدق، بالوفاء، بالأمانة، بترك المحرمات، الإيمان يدخل في قلوبهم. لكن إذا لم يلتزموا بالأحكام يمكن أن يتحول هذا الإسلام إلى نفاق كما قال الله سبحانه وتعالى حول المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كثير من المنافقين لم يسلموا نفاقا أسلم مع الأجواء العامة لكن بعدين شاف الإسلام فيه صعوبة لازم تلتزم بالصدق بالوفاء بالأمانة بترك المحرمات ترك الخيانة ترك الزنا ترك السرقة ترك الكذب ترك الغيبة ومن طرف آخر تؤدي حقوق الناس تدفع على الزكاة تصلي صعب عليهم ذلك فنافقوا. وهكذا حال كثير من المنافقين زين هؤلاء ليسوا بمؤمنين فكيف تقول ان الملائكه تتنزل على جميع الامه هذا اولا وثانيا اثبات فضيله لجامع لا يدل على ان تلك الفضيله ثابته للجميع الفضائل ليست كالأحكام الشرعيه الاحكام الشرعيه هي تكاليف عامه على الجميع من رسول الله صلى الله عليه واله الى اصغر مسلم مكلف الصلاه واجبه على الجميع الصوم واجب على الجميع الحج واجب على الجميع اذا كان مستطيعا الزكاه واجبه على الجميع ان توفرت شروطها لا يوجد استثناء الحكم الشرعي جار على الجميع، نعم هناك بعض الخصائص لرسول الله محمد صلى الله عليه واله، هذه حالة استثنائية كما قال سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وهي موارد متعددة قليلة جدا، ذكرها الفقهاء في كتاب النكاح من الكتب الفقهية باعتبار جواز أن ينكح رسول الله صلى الله عليه واله أكثر من أربعة هذا حكم خاص به فقط مثلا صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله صلى الله عليه واله هذه خاصة له هذه حالات استثنائية نادرة لكن الحالة العامة أن الجميع التكاليف يشتركون فيها ولذلك يسال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام انه لماذا الميت يغسل واحد من المسلمين مات يغسل غسل الميت لماذا واذا واحد لمسه قبل ان يغسل وبعد برده يجب عليه غاسل يجب عليه غسل مس الميت يعني هذا الحي الذي لمس ميتا بعد برده وقبل ان يغسل ذلك الميت، إذا لمسه عليه ان يغتسل غسل مس الميت، ونفس الميت لازم يغسلوه غسل الميت، لماذا يغسل الميت؟ الجواب لان الانسان بموته وبرد بدنه ينجس فيغسل ليطهر جسمه. طبعا باستثناء الشهيد الذي لا يحتاج إلى تغسيل، الشهيد الذي قُتل في المعركة، لا الذي اُغتيل أو جُرح في المعركة، ونُقِل إلى مثلاً خلف الخطوط الخلفية ومات هناك، لا ذاك يُغسَّل، لماذا؟ لأنه ينجس الميت من المسلمين، فبالتغسيل يُطهَّر، زين. هذه العله لا تجري في رسول الله محمد صلى الله عليه واله. بموته لم ينجس لانه طاهر مطهر. فلماذا غسل؟ امير المؤمنين يقول لجريان السنه. جريان السنه يعني شنو؟ يعني حينما صار الغسل واجب واجب على جميع لجميع الاموات، حتى اذا هذا الميت لم ينجس. التكاليف عامة للجميع، هذا بالنسبة للتكاليف، عندنا قاعدة الاشتراك في التكليف. إلا فيما استثني حتى الرجال والنساء. الرجال والنساء مشتركون في جميع التكاليف إلا ما استثني. الله سبحانه وتعالى أوجب الحجاب على النساء مثلا، ولم يوجبه على الرجال. لأن اختلاف التركيبة الجسدية اقتضت اختلاف بعض الاحكام في بعض الامور الاقتصاديه كذلك. الرجل يجب ان ينفق على زوجته لا العكس وارث الرجل الابن للذكر مثل حظ الانثيين هذه حالات استثنائيه والا الحاله العامه الرجل والمراه التكاليف مشتركه. الصلاة والصوم والحج والزكاة وما إلى ذلك إلا ما دل الدليل على الاختلاف. طبعاً الآية تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني إذا في مكان فضلت المرأة في مكان آخر فضل الرجل في مسائل اقتصادية أو مسائل أخرى اجتماعية وما إلى ذلك. ففي الأحكام اشتراك في التكليف. لكن في الفضائل ليس كذلك. إذا مجموعة فضيلة هذا مو معناها أن البقية أيضاً لهم تلك الفضيلة. إنما المؤمنون إخوة لا يدل على اشتراك الجميع في الفضائل. فإذا دل الدليل على أن الملائكة ينزلون على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. على جمع من المؤمنين هذا لا يعني أن الملائكة ينزلون على جميع المسلمين. بل لا دليل على أنه الملائكة ينزلون على جميع المؤمنين في الدنيا قبل لحظة الاحتضار. زين من أنا صار مدخل إلى كلام حول ليلة القدر، لأن الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قبل الاحتضار، هذه الآية خاصة بالأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الملائكة ينزلون عليهم ويحدثونهم. زين. بماذا يحدثونهم من كل امر؟ هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أنت تزعم أن الملائكة تتنزل عليك، زين أسألك حكم شرعي. الإمام يسأل حكم شرعي فيجيب بجواب فيه تناقض. الامام يقول انت اجبت بجواب فيه تناقض الملائكه ينزلون ليله القدر من كل امر وحكم الله سبحانه وتعالى لا تناقض فيه لذلك حينما يحدثون الائمه عليهم الصلاه والسلام والائمه يتكلمون كلامهم لا اختلاف فيه انت الان في مساله واحده كلامك صار فيه اختلاف فكيف تدعي ان الملائكه تنزل عليك. المسألة الإمام سأله وجوابه بشكل مختصر نذكر هذه المسألة لأن الإمام ذكر هذا السؤال ليبين له أن الملائكة لا تنزل عليه. هو قد يستنبط حكما لكن قد يخطئ فيه. لذلك لازم يراجع الذين لا يخطئون. وهم المعصومون عليهم الصلاة والسلام. المسألة ترتبط بحكم في باب الديات. إذا واحد قطع كفَّ إنسان خطأً مثلاً زين القطع فيه الدية. كم هي الدية؟ سنذكر الحكم الشرعي بعدين نذكر كلام ابن عباس والخطأ الذي وقع فيه. الدية الإمام الصادق في حديث يقول: "كل ما كان في جسم الإنسان منه اثنان فدية كل واحد منه نصف الدية". دية الإنسان الحر كم؟ الرجل ألف دينار، يعني ألف مثقال ذهب. من المثاقيل الشرعية إذا بالمثاقيل الصيرفية المتعارفة المتعارفة بين الصاغة نريد أن نزن الدينار الشرعي يكون ثلاثة أرباع مثقال يعني الدية الشرعية 750 مثقال من الذهب طبعا هناك مصادق أخرى إما مئة من الإبل أو مئتان من بقر أو ألف من الشياه أو مئتان أو مئتا حلة من حلل اليمن هذه مذكورة تفاصيل في باب الديات أو عشرة آلاف درهم فعلى كل حال كل شيء في الجسم منه اثنان فديته نصف الدية وإذا في الجسم منه واحد فديته دية كاملة يعني إذا واحد قلع عين إنسان خطأ فالدية إذا عين واحدة خمسمائة دينار إذا قلع العينان فالدية ألف دينار أما الأنف في الجسم منه واحد اللسان في الجسم منه الجسم منه واحد فديته دية كامل ألف دينار زين هسه السؤال شنو هو؟ إذا واحد قطع كف إنسان فالدية كاملة، لأن الإنسان له كفان. هسه السؤال: إذا واحد مقطوع الأصابع أصابعه مقطوعة، هذه الأصابع الخمسة، وجاء إنسان وبالخطأ قطع كفه، كم الدية هنا؟ الحكم الشرعي شنو هو؟ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو أنه يعطيه نصف الديه باستثناء دية الأصابع، لأن كل إصبع من أصابع الرجل، الديه فيه عشر الديه، زين، فإذا أربعة أصابع مقطوعة، عشر الديه، أربعة أعشار الديه تستثنى، ويعطي الباقي. هذا هو الحكم الشرعي. زين؟ يعني اليد الكف ديتها خمسمائة دينار، الإصبع الواحدة ديتها مئة دينار، فإذا الكف كانت مقطوعة الإصبع ثم قطعت خطأً، كم تكون ديتها؟ نستثني العُشر يعني مئة دينار فيعطي أربعمائة دينار هذا هو الحكم الشرعي زين هنا ابن عباس تناقض في الجواب ماذا قال؟ قال نعطيه دية كاملة دية كف يعني نقول للقاطع أعطه دية كف ونقول الذي قطعت يده قطعت كفه صالحه على ما شئت مصالحة زين هو الحكم المصالحة أو حكم الدية الدية معينة أقول ابعث إلى ذوي عادل يقدرون الأرش أكو فرق بين الأرش وبين الدية هذه مسألة مذكورة في باب الديات اي شيء عين الشارع مقداره يكون ديه واذا لم يعين مقداره يكون ارش هسه كيف يعين الارش ذاك ايضا مساله شرعيه مذكوره في باب الديات في مساله واحده تناقض اولا قال تعطى الديه ثم قال يتصالح شلون يصير اذا هي الحكم ديه يقول ما تصالح أني أريد آخذ منك الدية وإذا الحكم المصالحة فلا معنى لتقدير الدية هذا أولاً وثانياً إذا الحكم الدية ما له معنى أنه نروح نبعث إلى عدول يقدرون هذه الجناية حتى يعينوا أرشها لأن الأرش في ما لا تقدير له والدية في ما لها تقدير زين هذا إلى تقدير لو ما إلى يعني تقدير أنت قلت دية يعني إلى تقدير قلت ارش يعني لا تقدير له فانت تناقضت في كلامك فكيف تدعي ان الملائكه تنزل عليك وتبين لك من كل امر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر لكن الملائكه كانوا في ليلة القدر ينزلون على رسول الله وينزلون على الائمة، والائمة تعلموا علومهم في الاحكام الشرعية من رسول الله صلى الله عليه واله، ولكن في الوقت نفسه الملائكة أيضاً كانوا يحدثونهم بتلك الأحكام، فلذلك حكم الأئمة لا اختلاف فيه، أما حكم غيرهم قد يكون فيه الاختلاف. بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يذكر له يذكر له انت قال لك علي بن ابي طالب ان الملائكه في ليله القدر تنزل عليه تحدثه لكنك انكرت ذلك عليه فلانك انكرت ذلك عليه احد الملائكه الذين كانوا ينزلون في ليله القدر ويحدثون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صفق وجهك بجناحه وكان ذلك سببا لكي تفقد بصرك فأنكرت على علي بن أبي طالب هذا الأمر ولأنك أنكرت عليه الله سبحانه وتعالى عاقبك لتتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الزلة التي وقعت وقعت فيها الملك هو قال لك بانه كذبت لان نفس هذا الملك من جمله الملائكه الذين كانوا ينزلون على علي بن ابي طالب وطبعا بين قوسين احيانا الله سبحانه وتعالى يعجل عقوبه الانسان المؤمن على ذنوبه لكي يتوب ولكي لا يعاقب في الاخره ولذلك المؤمنون اكثر ابتلاء من غير المؤمنين، الفسق، الفجر، الكفار يرتكبون ذنوب والله سبحانه وتعالى يؤخرهم الى يوم القيامه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. في ايه اخرى: واملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واملي لهم ان كيدي متين. هذا بالنسبه الى المنافقين والكفار ومن اليهم لكن بالنسبه للمؤمنين اذا صدرت منهم زلات احاديث كثيره تدل على ان الله سبحانه وتعالى لطفا بهم لكي لا يعاقبهم في الاخره يعجل عقوبتهم في الدنيا حتى تكون هذه عقوبه تمحو الذنب وابن عباس جليل القدر لكنه هنا صدرت منه زله فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه ليستغفر ليتوب. الإمام الباقر يقول ذيك المرة أنت أنكرت على علي بن أبي طالب نزول الملائكة عليه في ليلة القدر فعوقبت بالعمى. هذه المرة تكرار للإنكار. وتكرار الإنكار أشد من الإنكار فإذا هذه المرة أنكرت الله لا يعاقبك يعقب في الدنيا يعاقبك في الآخرة فاستغفر الله ولا تنكر لا يا شريفة تقول ومن عاد فينتقم الله منه أكو بعض الذنوب إذا واحد ارتكب فيه كفارة إذا كرر ما فيه كفارة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ينتقم منا هذه الآية في بعض كفارات الصيد في حال الإحرام نزلت المرة الأولى أنكرت على علي بن أبي طالب عوقبت لتتوب هذه المرة الثانية لا تنكر إذا أنكرت هنا العقوبة ما راح تكون بالدنيا حتى تتصفى من الذنب يوم القيامة لا عقوبة له لك إنما ستكون العقوبة في الآخرة وعذاب الاخره اشد واخزى فاذا الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه في الدنيا على الائمه بعد رسول الله وحاله الاحتضار على المؤمنين ليبشرونهم واما في الاخره فيكونون مع عامه المؤمنين ليدخلوهم الجنة. والإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ها هنا يذكر هذه الحقيقة وبعد ذلك ابن عباس يقول: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله، يشير إلى قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. احنا اختلفنا في حكم ليلة القدر واختلفنا في بعض الأحكام الشرعية لازم نردها إلى الله سبحانه وتعالى زين رددته إلى الله انتخو الله لا يوحي إليك كيف تعلم؟ لازم تعلم من القرآن زين القرآن فيه آيات متشابهات القرآن ليس في ظاهره كل شيء الباطن من لا يعلمه إلا الراسخون في العلم فإذا تحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعد الرسول تحتاج الى الائمه عليهم الصلاه والسلام وقد ذكرنا تفصيله في الحديث الاول من هذا الباب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.